مشاهدينا الكرام، تعليقا على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات السيد حسان قطب. اهلا بكم سيد حسان. بدايه، شد وجذب بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، كيف ترى تداعيات الصراع بين الدولتين في ظل المواقف على الارض؟ الهجوم الايراني على ارامكو كان واضحا ان الهدف منه تاكيد السياسه الايرانيه التي سبق وتم الاعلان عنها، بأن منع إيران من تصدير نفطها سوف يؤدي إلى عمل إيراني يمنع الدول الأخرى من تصدير النفط سواء من دول الخليج أو من غيرها. الهدف الإيراني كان من قصف مصفات أرامكو هو الضغط على المجتمع الدولي للعمل بجدية أكثر على إيجاد حلول لمشكلة العقوبات الأمريكية التي أخذت تضيق الخناق كثيرا على الاقتصاد الإيراني، على الواقع الإيراني الاجتماعي والاقتصادي، لكن النتائج كانت عكسية. عدم الرد المباشر على هذا القصف بقصف آخر جعل من المجتمع الدولي يعيد النظر بسياسات إيران، وحتى الوسطاء الأوروبيين الذين كانوا يعملون جاهدين على إيجاد مخرج لهذه المشكلة بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة تفعيل الاتفاق النووي، وجدوا أنهم أمام باب مغلق وأمام سياسات إيرانية غير مسؤولة ومستعدة لتدمير المنطقة. في المقابل طبعا من هذه الوساطات، هذه الوساطة الفرنسية بين الولايات المتحدة وإيران رفضت أمريكيا، ما دلالات تكرار الرفض الأمريكي للتواصل مع إيران والحوار معها في ظل هذه الوساطات كما ذكرنا؟ القراءة الإيرانية للوساطة هي أن هناك ضعفا أمريكيا وهناك ترددا أوروبيا. الإيراني هكذا يقرأ الوساطات الأوروبية، لذلك يتعامل معها على أنها مدخل إيجابي للسياسة الإيرانية وليس محاولة لإيجاد حل حقيقي ينهي هذه الأزمة بشكل موضوعي ونهائي. لذلك وصلت فرنسا أيضا إلى باب المسدود، حيث أعلن ماكرون اليوم أن على إيران إيجاد حل لهذه المشكلة وأن تعيد النظر بسياساتها، وأن الحل أصبح بيد إيران وليس بيد المجتمع الدولي أو حتى بيد الوساطة الأوروبية التي تتصدى لها فرنسا. لا يمكن التعامل مع سياسات مزدوجة. إيران تملك سياسة مزدوجة، سياسة إعلامية تتحدث عن حلول وعن الضرورة البحث عن حلول، وسياسة عدوانية تتمثل بقصف واستهداف مصالح دولية سواء بنقلات النفط أو استهداف مصافي أو استهداف سفارة الأمريكية اليوم في العراق. إيران رفضت الدعوة الأوروبية لإبرام اتفاق نووي جديد، هل تعتقد أن إيران اتخذت قرارها لدخول النادي النووي برأيك؟ لا يمكن الدخول في العالم النووي طالما والبقاء وإبقاء هذا المشروع سلميا طالما أن هناك مشروع صواريخ باليستية. الصواريخ الباليستية هي بحاجة إلى أن تواكبها مشاريع أسلحة نووية، وإلا تكون غير ذات فعالية. لذلك هناك قلق دولي وعدم اقتناع كامل بأن إيران المشروع النووي الإيراني هو مشروع سلمي وفقط يسعى لإنتاج مزيد من الكهرباء وخدمة المشاريع السلمية الأخرى. لذلك الاتفاق النووي يجب أن يعيد النظر، يجب أن يعاد النظر بهذا الاتفاق وأن يتم ضبط المشروع النووي الإيراني، خاصة أن هناك ما تخفيه إيران دائما في مشروعها النووي. لو كان سلميا بحتا لما كان من ضرورة لإخفاء بعض المواقع النووية أو إخفاء بعض النشاطات النووية. لذلك القلق حقيقي طالما أن مشروع الباليستي يتطور باستمرار من حيث المدى والفعالية، معناها أن هناك قلق آخر من المشروع النووي الإيراني. سيد حسان القطب المدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات والاستشارات، كنت معنا عبر الهاتف من صيدا، شكرا جزيلا لك.